الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ يعني وقد آمنا بك وآمنا بما جئت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وجاء في بعض الأحاديث: فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وهذه الدعوة دعوة عظيمة جدا، ينبغي معاشر المؤمنين أن نحافظ عليها وأن نعتني بها عناية عظيمة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأننا خاصة في هذا الزمان مع كثرة الفتن والله على خطر، على خطر عظيم جدا. لكن إذا فوض الإنسان أمره إلى الله وأكثر اللجوء إلى الله وصدق مع الله في الدعاء، يسر له جل وعلا من أبواب التوفيق والنجاة والسلامة والعافية ما تكون به نجاة العبد بإذن الله سبحانه وتعالى. فكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ومن الأدعية في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم.